كالعادة في ضيافة الأهلي أو ملعب الأهلي الدولي السابق كابتن الكبير أحمد عودة. كابتن منور الدنيا، ربنا يخليك كابتن أحمد. هنتخانق ولا إيه؟ لا مش هنتخانق عودة. لا دايما مفيش إن شاء الله. إيه الأخبار؟ تمام. الحالات إيه الدنيا؟ الأول نشوف الحكام، يا ريت نشوفهم على الشاشة. طبعا كان حكم الوسط الحكم الدولي محمود عاشور. محمود عاشور طبعا مش هقدر اتكلم عليه لانه اسم كبير وحكم قديم قوي وخبره، حكم خبره من فتره طويله جدا، بقاله تقريبا اكتر من 10 سنين بيدير في الدوري الممتاز. تمام. فأدار مباريات مهمه جدا وكده، يعني الكلام عليه الحقيقه هيبقى كتير قوي. ويليه المساعد الاول شريف عبد الله، ده من المساعدين الكويسين جدا وانا متابعه من زمان من منطقه القاهره، ومرشح دولي كذا مره وان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله. تمام. المساعد الثاني عمر فتحي، ايضا من منطقه اسكندريه، من المساعدين المتميزين جدا، مترشح دولي ايضا ومن المساعدين اللي اسند لها مباريات صعبه جدا وكان على كفاءه عاليه. الحكم الرابع عمرو جلال، ده حكم برده بقاله فتره في الدوري الممتاز وحكم قبل كده في الدوري الممتاز من منطقه اسكندريه. والحكم الاضافي الاول محمد صابر من منطقه القاهره وبقاله كتير بيدير في مباريات في الدوري الممتاز ايضا. وكابتن ابراهيم محبوب من منطقه بورسعيد، ايضا بقاله فتره طويله بيحكم في الدوري الممتاز وادار مباريات كتير. جميل. ادي طاقم التحكيم. ندخل بقى على الحالات. الحالات التحكيميه يا سمير، يلا جاهز. ده طبعا محمود عاشور وطاقم الحكام وفرقتين. شوف الحاله الاولانيه. نشوفها كده. هل اللعبه دي اما لعبها المهاجم دوت قبل ما تصل لزميله كان موقفه ايه؟ مثبت الصوره وهي بتتلعب. ايوه، بجزء بسيط جدا، بجزء مثبت بجزء بسيط بصدره، كتفه الشمال، بالكتف. ماشي. مثبت حاجه بسيطه، ودي تميز من المساعد الاول. والحقيقه هي تبان لاول وهله انها كانت تسلل واضح، لكن لا، هي الحقيقه هي تسلل بس بجزء بسيط جدا، وده تميز من المساعد الاول اللي هو شريف عبد الله. تمام. هي مثبت الصوره في جزء من الكتف، هو اللي مثبت بالنسبه للمهاجم، فاصبح التسلل صحيح. تمام. نقلب على الحاله الثانيه نشوف كده الحاله اللي بعدها. تمام. طبعا اللعبه دلوقتي في حيز النادي الاهلي. يا ريت نشوف اللعبه دي تاني في الاعاده. هي طبعا نشوف اخر واحد لمسها. ايوه، المهاجم بيلعبها في اخر لمسه. ايوه، هنا هنلاقي برضو دي فيها تميز من المساعد الثاني، لان فيها جزء، بص الرجل بس هي المسابقه المدافع، يعني في المدافع اللي هناك اللي هو الليبرو دوت ولا الباك ليفت تقريبا، الباك ليفت، هو ده كان مغطي، مش مغطي طبعا، هو ده المهاجم المسابق اللي هو محمد شريف مسابق بجزء بسيط جدا، اعتقد المساك الثاني مش الباك ليفت. تمام. فتسلل سليم وتميز من المساعد، يعني برضو ما تتبان في اول مره، وهي طبعا الهدف ألغية وهي وتسلل سليم جدا 100%. تمام. شوفها تاني. احنا هنا ما نشوفها كده من هنا مش باينه قوي، لكن هي بانت في اللعبه اللي فاتت، وهي طبعا تسلل سليم والمساعد رائع يعني. تمام. وعلى جزء بسيط جدا وتميز من المساعد. نشوف اللعبه بقى اللي بعدها دي كمان. ده الهدف. ده الهدف. برضه لما نشوفها كده برضه بنقول ان مروان محسن كان متقدم. نشوف بقى برضه وهي بتتلعب من اخر زميل ليه. ايوه، وهي بتتلعب من هنا. مروان محسن طبعا متغطي، الليبرو مغطي اهوت اهو. ايوه، وهي بتتلمس اخر مره، طبعا واضحه جدا. وطبعا فرق السرعه وده سابق ووضع جسمه، ده اللي خلاه بقى متقدم ووصل للكره اسرع واحرز هدف، وهدف سليم 100%. جميل. تمام. نشوف اللعبة دي تاني. يا ريت تتعاد. ايوه، دي بقى اللي فيها التهور. بس ده تهور مش اكتر من تهور، لان لو استخدام قوة زايدة بتبقى استخدام قوة زايدة قوي 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 على الجسم، وبالتالي لازم يبقى فيها طرد. لكن دي ما تستحقش اكتر من انذار. انذار سليم. لان ليه التهور؟ والتهور احنا قلناها قبل كده ان في احتمالية ان فيها يبقى فيها خطورة على الخصم، يعني بيلعب اللعبة وفي احتماليه ان في خطوره على الخصم، وبالتالي ارجع كده تاني باللعبه دي يا سمير لو سمحت. يعني يا كابتن الركبه لما تطلع عند الكتف كده، عند الصدر، هو بيلعب على الكوره. لا، مش ده. هل ده كوره؟ انا يعني برضو مش هسيب الحلقه تعدي كده يا كابتن عودة. لا، هو مش بيشوط فيه، هو جاي بيلعب الكوره وما جاتش بالقوه الزايده جدا اللي هي تستحق.
تقول ان الطرد لا هي انذار. احنا انزار احنا بنوضح للساده المشاهدين اللاعب برضو لم رجله لكن الركبه كانت عاليه شويه. ماشي تمام، ما عشان كده استحق انذار، ما ده اللي احنا بنتكلم فيه. تمام، نشوف بقى اللعبه اللي بعدها. انذار مستحق طبعا. تمام، لا لحد الان كل القرارات سليمه يعني الحقيقه. نشوف اللعبه ديت تاني. انا فعلا كنت طبعا اللعبه ديت، اللعبه ديت كان فيه الليبرو مغطي، ما فيهاش تسلل ولا فيها اي حاجه طبعا. الليبرو الاهلي او كوليبالي كان مغطي اهوت، ما فيهاش اي حاجه. لكن هنا بقى، هنا هو غصب عن نطاق عن ايمن اشرف بالظبط، كان بص لفوق، ولكن ولكن منعه برضه من برومسنج اتاك. طب ياخد انذار؟ لازم انذار وليس طرد طبعا. ليه برضه؟ احنا برضه هنقول لو طرد ليه؟ لا لو طرد، لو كان مواجه للجول هو مش الله ينور عليك. الطرد ليها لها ثلاث حالات. اولا لازم يكون مواجه للمرمى، الكوره تكون تحت كنتروله، واخد بالك؟ ما يبقاش كمان المسافه بينه وبين اكرم مدافع تبقى بعيده، يعني المساعد المدافع الثاني ما يقدرش يجيب الكوره. فطبعا هي بس هي هنا بس عشان ما فيهاش طبعا اي حاجه غير برومسنج اتاك، يعني كان فيها يبقى فيها هجمه واعده، وده منعه من الهجمه الواعده، بس مش قصده بس فيها هي ده التهور اللي يستحق فيه انذار. تمام، انذار مستحق تماما، وركله حره مباشره، وقرار سليم 100%. اللعبه دي نعيدها تاني. انا شايف هل المدافع عاق مروان؟ ما اعتقدش، ما فيهاش اي حاجه، مروان بيلعب عادي وجري، ولكن اندفاعه برضه مروان ما مثلش. يعني برضه عشان نقول دي فيها سيموليشن او لا ما فيهاش حاجه. يعني هي ما فيهاش اي حاجه، واللعبه سليمه، ولا ركله جزاء ولا سيموليشن. ماشي، عشان نتفق فيها. متفق معايا؟ انا متفق، الحمد لله ان احنا متفقين النهارده. انا دايما متفق معاك كابتن عوده. الله يكرمك، ربنا يخليك. احنا كسبانين، الدنيا جميله، هتلاقيني جميل وكيوت قاعد معاك. لا احنا قلنا لازم يعني بس اقول لك على حاجه برضو. ما انا حيادي جدا، لا انا حيادي برضو. اللعبه دي بتحسب برضو الانديه تانية يعني ساعات. لا معلش، يبقى حكم مخطئ. معلش احنا بنقول لا، ممكن يكون غصب عنه الحكم برضو. احنا ماشي، حتى لو غصب عنه يبقى حكم يبقى اخطا في القرار. تمام ماشي، لكن القرار هنا سليم، ما فيهاش اي حاجه. لا ما فيهاش حاجه بصراحه خالص. تمام، اللعبه اللي بعدها دي فاول بقى. يعني بقى لو ايه يعني، بص يا كابتن، هي من هنا مش باينه حاجه. معلش خلينا نتكلم بقى، وهنا برضو مش باينه حاجه. نشوف بقى الكاميرا الخلفيه. بص هنا برضه مش باينه، هنا بقى هنا اللي تبان، هنا اللي تبان. بص هنا، بص هو ادى رجله فين؟ بص هنا، هنا بقى اللي هنا اللي باينه. الكاميرا الخلفيه هنا اني اعاقه، بس ايه بقى؟ هل هي جوه ولا بره؟ هي من بره. بص الاعاقه هنا بانت في الخلفيه، في الكاميرا اللي هي الخلفيه. لكن الكاميرا ما اداش حاجه خالص. ها؟ ما اداش حاجه خالص. ما انا عارف، بس هي ركله حره مباشره وانذار. لا هي ممكن ما يعني ما يبقاش انذار، لان في كذا لاعب ومش يعني يا كابتن بتاعه اسمه يعني فيها انذار، ودي يعني ما فيهاش انذار. دي ممكن دي. بص يا كابتن، انت اللي بتجرجرني. معلش، لا 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 لا، خلينا نتكلم بصراحه. طب نتكلم بصراحه، هي الفاول مستحق، الركله الحره المباشره ده. طب ايه الفرق بين من دي والثانيه؟ ما ده هو رايح للجول. لا لا لا، بص في اثنين لاعبين. ما كان في برضه اثنين لاعيبه عند مين؟ لا اللاعب هنا، اللاعب هنا كان ممكن يروح ويعمل هو هجمه لوحده. لكن هنا لا، هنا في اثنين وراه، في اثنين ثانيين موجودين اهم. ماشي، ايوه، ما فيهاش. كان ايمن مش هيقدر يعمل حاجه لوحده في وسط. لا يقدر، ده لاعبنا وانا عارف انه يعمل يرقص الاثنين ويجيب جول. ماشي يا سيدي، انا شايف ده. لا يعني هي ركله حره مباشره وواضحه، والحقيقه مش واضحه يعني. برضه هو برضه في وسط الزحمه دي ممكن الحكم ما يشوفهاش يعني. برضه سمير عمال يسخني والله العظيم. انا ببقى هادي معاك سمير، العذر الحقيقه. ما كانش اللي عمال يقول لي بص شوف. لا هي نلتمس له العذر، لكن هي ركله حره مباشره، وهي الحقيقه ما بانتش غير من الكاميرا الثالثه. جميل تمام كده. بس هي صعبه على الحكم يعني؟ ممكن تكون صعبه على الحكم، لان في وسط زحمه. بص اللاعب في وسط اربع لعيبه مدافعين. تمام، يعني يا ريت نجيبها تاني. هتلاقي اللاعب في وسط اربع لعيبه مدافعين. بصراحه محمود عاشور، هي بص كام لاعب خلينا نحقق محمود عاشور لما بيشوف حاجه يعني يستحق. لا حكم كويس طبعا، حكم كويس. وبعدين فممكن اي لاعب منهم يكون عامل بلوك. اكيد. نشوف بقى اللعبه اللي بعدها برده تاني. ايوان فش حاجه. ايوه فش حاجه بقى. بص هنا الليبرو دوت اللي هو اللي قدام مروان، اللي قدامنا على طول، مش اللي قدام مروان. مين تاني واحد من هنا بالظبط كده من ناحيتنا. ده مغطي بجزء بسيط جدا، وده برده تميز غير عادي من المساعد. انا بشوف بالمساعدين النهارده الحقيقه اداء رائع جدا، مفيش غلطه لحد الان، وحاجات على الشعره زي ما بيقولوا. ماشي يا سمير. ماشي يا سمير، يا ريت. ايوه المدافع مغطي بجزء بسيط جدا،
الكره ما فيهاش اي حاجه، برغم ان انت ما تشوفها اول مره ممكن تقول فيها حاجه، لا الكره سليمه 100%. وتميز من المساعد الاول شريف عبد الله، حط تشيب ازارو يعني، حطها تشيب كده ازارو من فوقيه يعني. تمام، الكره سليمه جدا من الناحيه التحكيميه الحقيقه. انا لحد الان كل القرارات انا شايفها سليمه 100%. يعني لحد الان. هل في حالات ثانيه هنجيبها ولا كده؟ الهدف الثاني نشوف بقيه الحالات ثاني. لكن الحقيقه لحد الان احنا بنشيد بالحكم والمساعدين، يعني اداء رائع جدا في كل الحالات اللي احنا اللي جت ديت كلها بنشيد بيهم. ده الهدف. حاجات يا ريت برضه نشوف نثبت الصوره أيوة. على استلام نصر. ايوه على الاستلام، نشوف من البدايه خالص اهو. ايوه يا ريت. لا لا يا ريت، معلش نرجع تاني وهي وهي بتتعمل الاوفر وهي بتخرج من رجل الزميل. ايوه ناصر مش باين. ناصر باين مش باين مش باين. ماشي ماشي كمل كمل ماشي كده ماشي. سنه في اتنين ورا هو لسه ناصر اهو يعني. أيوة باين. لا باين في خالص. واضح ان في اتنين كانوا بعيد خالص واللايمان جنبه يعني. لا والمساعد متمركز تمركز ممتاز جدا جدا جدا. بالظبط نشوف بقى تاني نكمل. ايوه نكمل لحد الان. تمام مفيش حاجه. لا نثبت بقى الصوره هنا معلش. وهو بيشوط نثبت. ايوه ثبت. ايوه ثبت الكره كده. نشوف هل بقى لاعب الاهلي. لا في زاويه ثانيه هتبين لك اكتر من دي. مؤمن زكريا هل هو كده متسلل ولا لا؟ في زاويه ثانيه هتبين لك اكتر ياريت. من كده. هات يا سمير في الاعاده. سمير كانت ماشي. هو مؤمن زكريا احرز الهدف بس. تعالى نشوف بقى في الاعاده ونثبت الصوره عند ناصر ماهر اللي كان بيشوطها اعتقد. السولية اللي كان بيشوطها. ناصر ماهر عملها بالعرض والسولية شوطها. عملها بالعرض ماشي. هايل يا ناصر والله. نشوف اهو السولية بقى اهو. نثبت الصورة. لا نثبت. ايوه ثبت بس كده. لا مايكل اسخومين. انا هخليه يشوط كمان عشان خاطر. لا معلش ادي مايكل اسخومين اللي هو الباك ليفت او الليفت باك بتاع باك ليفت. تمام بتاع فريق بتاع النجوم. الليفت باك طبعا الصح بتاع الليفت باك. اوكي اللي هو المدافع بتاع النجوم مغطي طبعا واضح جدا والكره ما فيهاش اي حاجه. وهي بقى ما هترتد لان يبقى برضه الكره لو ارتدت اساسا وهو كان متسلل. لا خلاص بقى فهيبقى تسلل. اهم حاجه ما يكونش اللاعب لعيب. لا لو راحت للعيب النجوم وراحت لمؤمن وهو بقى في وضع تسلل تحسب لو هو. لا لو هو في الاول متسلل. لو هو في الاول متسلل تمام تمام ماشي تمام. لكن هي كره كده سليمه جون 100% وجون سليم 100% وايضا تميز من المساعد. يعني برضه احنا عايزين نشيد النهارده بالمساعدين والحكم طبعا اداء كويس جدا. الاداء متميز. المساعدين كانوا بصراحه على اعلى مستوى. ما فيش اخطاء ليهم خالص انا شايف كده يعني. وتعرضوا لاختبارات صعبه. تمام تمام. الحقيقه يعني عايز اسالك بقى سؤال. اتفضل. دلوقتي حضرتك قلت لي قبل كده ان لو في دفع في ال 18 بالايد تحسب ضربه جزاء وطارد. وايه؟ وطارد. هل ممكن حكم يخفوا عن هذه الواقعة؟ ممكن تحصل؟ هل ممكن حكم يتلخبط؟ لا هو القانون واضح. لا ما القانون واضح ماشي. انا بقول لك ممكن حكم يشوف يحسب هو حاسب ضربة جزاء وما اداش انذار. هل ممكن ما بقاش واخد باله ان دي فيها طرد او انذار على الاقل؟ لا هو المفروض الحكم يكون عارف ان فيها طرد. صح كده؟ طب لو الحكم ما حسبش؟ يبقى هنا عمل حسابات. لا الحكم حسب قصدي ضربه جزاء وما اداش انذار حتى. عمل حسابات. ما هو احنا برضو كنا بنشوف بس انا شفتها قبل ما يتعدل. قبل ما يتعدل القانون كنا برضو وشفناها قبل كده ان كان في لاعب بيبقى قدامه فرصه واضحه لاحراز هدف او لاعب طلع كرة بايديه من جوه الجون من جوه يعني انقذ هدف 100% مدافع انقذ هدف 100% عن طريق استخدام ايده متعمد ومع ذلك كنا بنشوف حكم ساعات ما يديش طرد يعني يحسب ركله الجزاء. بس ده واضح للحكام في الدوري المصري ان لو في دفع في ال 18 بالايد ضربه جزاء وطرد. صح؟ انت فاكرها في ماتش كان اعتقد بيراميدز وحد. لا انا مش كان في ضربه جزاء. انا مش فاكر كان مين لكن كانت باينه قوي. انا افتكرتك على طول. انا ما بتكلمش على الدوري المصري او غيره. لا لا انا بتكلم على الدوري المصري. انا بتكلم عموما. انا بتكلم عموما. لا احنا بنتكلم في الدوري. انا بسالك في الدوري المصري. ده كان الاشتباك بالقدم. انا افتكرتك اول. انا ما اعرفش خلي بالك. انا حضرتك اللي وضحت لي قبل كده ان دفع في ال 18 وبتحسب ضربه جزاء. هو بره طالما قدامه فرصه. ضربه جزاء. هو حسب ضربه جزاء. فدي سواء من بره او من جوه
تهطل، لو لكن لو استخدم القدم او الرجل يعني ده من الاخر يعني، هو لو احتكاك الاحتكاك المفروض كرة القدم يعني استخدام القدم، فلو هي كانت من جوه بالنسبه لو استخدم الرجل او الاعاقه فهي ديت فيها انذار. تمام. لو من لو لو ركله لو ركله جزاء، لكن لو من بره وفرصه واضحه لاحراز هدف فيها طرد. تمام. دايما بتنورني وبتشرفني يا كابتن وبنستفيد من كلامك في التحكيم. ربنا يخليك. كنت متالق في التحكيم ومتالق فيما بعد التحكيم كمان. ربنا يخليك كابتن، نورتني وشرفتني، شكرا جدا لك. دي كانت نهايه اليوم معاكم النهارده، دايما يا رب دايما يا رب في انتصارات، لان انتوا زي ما قلت لكم قبل كده تستاهلوا ان انتوا تفرحوا، في وراكم فريق كبير جدا ووراكم مجلس اداره كبير جدا عارف هو بيعمل ايه، ومطمنوا دايما زي ما بقول لكم اطمنوا وحطوا في بطنكم بطيخ صيفي كمان، كل حاجه ان شاء الله ان شاء الله رايحه في مسارها الصحيح. وكان النهارده فيه 11 راجل في الملعب، وتصبحوا على خير.